لأول مرة منذ 70 عاما وصل النور إلى قضاء السلمان في المثنى بفضل إنجاز مشروع كهربائي طال انتظاره طويلا في وقت قضى فيه أهالي السلمان سنوات طويلة بالاعتماد على المولدات الأهلية. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا حسين الخزعلي. في إنجاز تاريخي وصلت الكهرباء الوطنية إلى قضاء السلمان بالمثنى لأول مرة منذ 70 عاما، مشروع طال انتظاره بعد تشغيله التجريبي بعد أن كانوا أبناء القضاء يعتمدون على المولدات طوال هذه الفترة. هذا الحدث الهام يأتي بعد جهود ودعم مباشر من قبل رئيس الوزراء. إيصال التيار الكهربائي للتجريب الآن الذي يعمل في السلمان، عندما أقول تيار كهربائي في السلمان أقول قضاء لم يصله أي فولتية من التيار الكهربائي في عمره، اليوم يصل تيار كهربائي وطني وحتى يبتعدوا عن المولدات. اليوم جملة الإنجازات، جملة المشاريع التي نعتني بها في محافظة المثنى هي إنجازات فعلية. مراقبون في المثنى أشاروا أن هذه المشاريع تأتي نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لمحافظة المثنى من خلال الدعم الحكومي المتواصل والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز. محافظة المثنى بشكل عام تشهد تغير ملحوظ بالواقع الخدمي والواقع الإنساني، حتى الواقع الإنساني، لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار حكومة السيد السوداني رئيس الوزراء وكذلك الجهات المسؤولة إيصال التيار الكهربائي إلى قضاء سلمان، هذا القضاء الذي كان يحلم بوجود يعني كهرباء مستمرة ويعني يتمتع بهذه النعمة كباقي الأقضية والنواحي في محافظة المثنى. لذلك يعني هذه الخطوة تحسب إلى دولة رئيس الوزراء وكذلك إلى الحكومة المحلية التشريعية والتنفيذية بشطرها التي أصرت على تحقيق هذا المطلب. ويعد وصول الكهرباء الوطنية إلى قضاء السلمان بداية جديدة لتحسين الخدمات في القضاء، ويعكس التزام الحكومة المركزية بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العراق. من السماوة حسين الخزعلي، قناة الجدل الفضائية. We'll be right back.